السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أحباب، أتمنى يا ربي تكونوا بألف خير إن شاء الله. أهلا بكم أحمد صالح وبلقاء جديد ضمن مسيرتنا الجميلة مع برنامج أدوبي بريمير برو بنسخة 2022، وبتقديم كافة الدعم والماتريال والمواد بأشكالها وأنواع وأحدثها لحضراتكم. بلقاء اليوم رح نقدم لكم عبارة عن ميزة جميلة لتحريك اللوجو بطريقة جدا احترافية فقط من خلال إضافة الموشن جراف تمبليت. فحبا ولطفا وتكرما من حضراتكم دعمي من خلال مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناة حكاية شغف منتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من حكاية شغف كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بمعاينة ومن ثم شرح إضافتنا الجميلة لهذا اليوم. اهلا ومرحبا بكم يا اصدقائي مره ثانيه مع برنامج ادوبي بريمير. هذه الاضافات اللي عم نستخدمها بالعموم في محطتنا في حكايه شغف هي قابله للاستخدام على اي اصدار من اصدارات ادوبي بريمير برو، فرح نبدا على بركه الله. اولا رح نتوجه الى قائمه الويندو وبنختار الاسينشال جرافيكس وبنقوم بتفعيلها وبكل بساطه. بنتوجه بعد منها الى المجلد يلي نحن حاطين فيه هذه الاضافه يلي هي عباره عن موشن جرافيك تمبليت. بقوم بالنقر والسحب والاسقاط وين بالبدل الخاصة بالأسينشال جرافيكس مثل ما أنا شايفين بالضبط. رح نبدأ بالبحث على حرف الجيل هي الجالاكسي، هذه الإضافة يلي شايفينها بقوم بالنقر عليها ومن ثم السحب إلى التايم لاين إلى شريط الزمن وبنتظر بما يتم تحميله مثل ما أنا شايفين. طبعا هو بيطلب مني تحميل هذه الخطوط، أنا ما كنت بجهزها بصراحة لأننا رح اشتغل على لوجو ما رح اشتغل على نص. طيب فبنلاحظ احنا لو مررنا هذا هو شكل الانترو لتحريك اللوجو بطريقة جدا جميلة. بحدد عليها وبتوجه الى الايديت حتى نبدأ بالتعديل على هذه الاضافة. طبعا هو اول شيء بيسألني اذا انت رح تضيف لوجو ففعل هذا الخيار، اما اذا كنت رح تضيف تايتل او نص ففعل هذا الخيار. نحن الان رح نشتغل على لوجو، وبنفس الطريقة ممكن تختار التايتل وتكتب نص ويطلع لك مكان اللوجو، وبتحدد نوع الخط اللي انت محتاج تعرض هذا النص من خلاله. فبيجي الى خيار اللوجو ومثل ما انا شايف فيه عندي مكان لاسقاط اللوجو. على سبيل المثال خلني اخذ لوجو حكاية شغف وبسقطه بهذا المكان. بنتظر لحظات حتى يتم عرض اللوجو على شاشة المعاينة. هذا هو اللوجو مثل ما انا شايفين يا احباب. طيب اذا انا حبيت اعرض اللوجو مثل ما هو، اذا كان نزل معي لوجو بحجم كبير ممكن اتحكم بهذا المكان بتكبير وتصغير حجم اللوجو والبوزيشن ايضا بالمسافة اللي انا بدي اياها اعلى واسفل ويمين ويسار. بنزل بعد منها الى السلوجان مثل ما انا شايفين هذا المكان، بجي بنقر عليه. هذا عبارة عن الوصف اللي بيجي اسفل اللوجو، اذا حبيت انك تضيف يعني عنوان قناتك على اليوتيوب او ويب سايت فممكن تكتب بهذا المكان. ونفس الموضوع فيك تختار نوع علي الخط، بتختار احرف كبيرة او احرف صغيرة، وعند كمان موضوع السايز الخاص بحجم الخط، وعندي البوزيشن اعلى واسفل ويمين ويسار بكل بساطة. طيب هذا اللوجو كان في معه سلوغان فلذلك انا ما استخدمت ايش اي شيء من هذه الامور. طيب ربما يكون في عندي لوجو بيحتاج ان ارفقه بنص معين، وليكن في عندي هذا اللوجو خلني اسحبه لهون، وهو عبارة عن لوجو لقناة باوربوينت توتوريال مع أسماء، هي قناة جديدة راح أقدمكم إياها بالأيام الجاية إن شاء الله وتعالى عشان نبدأ بدعم أسماء بالمحتوى الجديد اللي هي القائمة عليه. طيب الآن بجي إلى موضوع اللوجو وشايفين مساحته كبيرة على شاشة المعاينة، بجي بصغر حجمه شوي بالنسبة المئوية.
طبعا مش كتير تمام، وليكن هذا الموضوع معقول نوعا ما، وفيني أن أختار يمين ويسار وأيضا أعلى وأسفل، أتحكم بالبوزيشن من هذا المكان. الآن لو جيت إلى السلوغان الأمر يتطلب مني كتابة أي وصف، يعني أي وصف أنا محتاجه، فخلني أخذ قناة أسماء وبكتب اسم القناة بهذا المكان وليكن معاي بهذا الشكل، بنقل بأي مكان حتى يتم إضافته. ممكن أتحكم بحجم الخط مثل ما أنا شايفين بهذا الشكل، أيضا بختار نوع للخط وبجي بختار البوزيشن يعني أعلى وأسفل، ممكن أضبط هذه الأمور بكل بساطة. هذا هو كل شيء مطلوب منك فقط لغير. لكن الآن إحنا لو عملنا ريندر أو قبل ما أعمل ريندر عملت معاينة رح يشتغل معنا بشكل بسيط، لكن الأمر بيتطلب معنا إيش؟ بيتطلب معنا ريندر عشان يكون في عندي الحركة ثموث وناعمة وبدون هذا التقطيع. كل ما مطلوب منك الآن أنك تضيف الموسيقى. أنا كان في عندي موسيقى سابقة كنت مجهزة إلى نفس اللوجو، ممكن أضعها بهذا المكان. بعد منا بضغط على مفتاح الانتر لحتى يبدأ معي بعمل ريندر وبتكون النتيجة النهائية، وبس يلي انتهيت بعمل اكسبورت للفيديو. طيب رح نشوف الآن كيف رح نعمل اكسبورت بعد ما نخلص الريندر، كيف أعمل اكسبورت بحجم قليل وبدقة عالية وبيكون معي هذا الانترو جاهز لتركيبه على أي فيديو مستقبلي رح أقوم أنا إيش بإنشائه. وبعد ما انتهى معي ريندر مثل ما انا شايفين، خليني انا بس اعمل كتب للصوت ونشغل ونشوف الحركه بكل جماليته لعرض اللوجو بطريقه جدا جميله واحترافيه بقالب حديث في برنامج أدوبي برمير. بس يلي انتهينا رح نتوجه إلى مفتاح الإكسبورت. طبعا إذا كنت مثبت عندك نسخة 2022 فرح تلاقي موجود بهذا المكان، أو بتوجه إلى فايل وبنختار الإكسبورت وبنختار ميديا وبضغط على مفتاح الاختصار كنترول زائد إم، بكل أحوال رح يوجهني إلى مربع خيارات الإكسبورت. طبعا عندي اللوكيشن الموقع مكان الحفظ، عندي الفايل نيم اسم الملف، وعندي الدقة اللي أشتغل عليها، فبنختار الماتش سورس هاي بيتريت الدقة العالية حسب المصدر، وبجي بختار الفورمات هو التنسيق الاتش 264 وأنقر مفتاح الإكسبورت لحتى نصدر هذا الملف كفيديو جاهز للاستخدام على أي برنامج أو أي فيديو رح أنا أشتغل عليه مونتاج فيديوهاتي بالعموم. فأتمنى إن شاء الله وتعالى أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع، ولا يقفيكم كالمعتاد، فتكرموا لا تنسوني من تفاعلكم والدعم، فتجزوا عني كل خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.